ونحلى لبكره. موجودين معانا دلوقتي في استوديو من استوديوهات راديو نيل. راديو نيل بدأوا بقناتين، ميجا اف ام وراديو هيتس، هتتابعوهم على موجات الاف ام. الترددات ترددات انا اقول لك عليها، ترددات تقدر تسمعوا ميجا اف ام على 92.7 وكمان راديو هيتس على 88.2، ساعتين قويين جدا من راديو نيل. راديو هيتس هيبقى اقوى الاغاني، اما ميجا اف ام الاغاني على كبير. ايه وانت؟ ونتمنى بقى الناس تبدا تسمعنا من اول يوم، وهنكون موجودين معاكم، هنكون معاكم في كل مكان وطول الوقت. الناس اللي في الساحل في اسكندريه ما يلاقوش راديو هيتس وميجا اف ام موجودين 88.2 92.7، معاكم اجمد واقوى الاغاني ان شاء الله في الساحل. هما ساعتين بس كل واحده هيبقى ليها شكل مختلف، والاثنين بيخاطبوا اعمار مختلفه، بس كلهم هيذيعوا اجدد واكتر الاغاني، وبقيه اذاعات راديو نيل هتاتي ان شاء الله. مش عايزين نجعلني وعشري احسن احنا امبارح يوم السبت 24/7 انطلقت اذاعات النيل ميجا اف ام وراديو هيتس، وهم طبعا هيقدموا مجموعه من احدث الاغاني في مصر لكل الفنانين المصريين ولكل الفنانين العرب، وان شاء الله نكون يعني متواصلين مع كل مستمعي مصر. احنا يعني هنغطي ان شاء الله مصر كلها، مش بس القاهره الكبرى، مش بس بعض المحافظات. احنا راديو النيل، احنا مجموعه قنوات، واحنا بنتبع جهه كبيره، واحنا بنصنع تاريخ. ده تاريخ اتحاد الاذاعه والتلفزيون، حاجه بتاعه مصر. شبكه اذاعيه جديده تنطلق الان لتكتمل باقه الاعلام المصري. كبار بدانا وكبار نستمر.